بص عامله ازاي. طب دوقها كده، دي بتتشفت اسرع من التانية. بص ايوه بتشوط بقى معاها الشوكه. حلوه لذيذه، يفتحوا بطنك يلاقوا شوك. ايه ده؟ دي النودلز على طول معروفه. طب هي احلى اكله بتطبخها ايه؟ ايه؟ هي استنى الاكل يعني. ايه احلى اكله بتطبخها؟ بتعمل جلاش باللحمه المفرومه. يا خرابي عليه، بيبوش في البق قبل ما يتبلع. الله، عارف لو تاكلها كده والله العظيم بجد. لا مش كلها، مش كلها، هاخد حته حته. تعدميني والله. طب ماشي، ما انا هاكلها بس انا اكلها بقى حته حته. اه كلي. ما انا باكل اهو. اهي عايز حاجه؟ ما انا باكل. انت بتحب الشطه؟ يلا. الحته دي داخلك زغطه؟ انت كده مش هتاخدي مني اي حوار. بمعنى والله. ميه. والله. اجيب لك ميه؟ عايز عيش حاف حاجه بارده. طب خد خد شويه نودلز. نودلز. نودلز بقى. اوكي نودلز. بص اغرقها لك بالصلصه. لا تاني احسن تطلع بالشطه. لا دي مش بالشطه اهي. خد استنى جيلها انا دي بقى. ايوه تعالى بقى اهي. بقى اهي القطر رايح فين؟ هم يا جمل هم. كل يوم هطبخ لكم اكل مشتشك كده ما دام عجبكم. ده انا مبسوطه قوي. يا جميل ربنا يخليك. طب هي عمرها عملت لك اكله وحرقتها؟ هي لا بجد؟ والله استاذه في الاكل جدا يعني. ولا اكله اتحرقت؟ لا خالص. ولا كيكه هبتت؟ لا ده ممكن. لا الحاجات دي انا اللي عملتها يعني. ساعات تقول لي ايه سخن من الثلاجه، يجي لي تليفون بعد سخن شويه. سخن من الثلاجه يعني ايه؟ طلع من يعني ايه سخن؟ طلع من الثلاجه وسخن. لما هم يعني بره وانا قاعد في البيت لوحدي. فطلع من الثلاجه واحط على البوتاجاز او في الميكرويف. واجي لي تليفون بقى. تنسى بقى. تنسى بقى الموضوع ده. يختي. طب وفي بدايه الجواز بقى كانت بتعملك كل اللي نفسك فيه ولا كان اكل مامتك مختلف؟ انا كان اكل مامتي مختلف وقعدت شويه اتنعر عليها. وبعدين لقيت اكلها حلو فقلت ما اقولهاش مره واحده عشان ايه ما تاخدش تتغر يعني كده. فقعدت اقول لها مش بطال وكده. وانزل احكي لاخواتي بجد دي اكلها حلوه قوي. ده انا معايا كنز فوق. ايه اكتر حاجه بتضايقك منه في البيت ونفسك يبطلها بقى حاجه بيعملها؟ ده قالوا لك حاجه ان هو ما بيعملش اي حاجه اساسا. كل حاجه عايزها وهو قاعد كده. لو كوبايه الميه قدامه زي كده هتشيها لي لو سمحت. لا والله. صعب جدا. شايفه ايه؟ ما هي بقى بتساعده وبتعمل كل حاجه. ما عشان الراجل شغال وطالع عينه ناحيه الله اكبر. لكن انت ايه؟ قاعد مبرشك. وهنروح لفاصل ونرجع لكم بسرعه. استنونا. لكم بعد الفاصل. ويا ريتكم شايفين ايه اللي بيحصل معانا في الفاصل. ويعني بجد يا مدام عبير الله يكون في عونك. انت ازاي قادره تستحملي انه يبقى مش عارف بنته في سنه كام؟ ينفع؟ ماشي. ينفع؟ مش عارف بنتك في سنه ثانيه ولا في ثالثه؟ انا فاكرها في ثالثه، قالت لي في ثانيه وانا بعملها على انها في ثالثه. طب وهتفرق في ايه؟ في التعامل انها يعني كبيره كده رحت وبعدين صغيره يعني سنه برضو. ربنا يستر عليك بقى في اللعبه دي ان شاء الله. لان اللعبه دي لعبه التوافق. انا هسالك سؤال وتكتب الاجابه وانت كمان يا مدام عبير تكتب الاجابه من غير كلام. لا لا خالص. وهنلف نشوف انتوا كاتبين زي بعض ولا لا. ماشي. اول سؤال يعني هتلفوا تلموا اللوح كده. بنلم اللوح. قول لي ايه الاغنيه المفضله لمدام عبير؟ يلا ماشي. يلا واحد اتنين تلاتة. لف لف ايه؟ بتونس بيك وبحلم بيك. المهم فيها بيك. في بيك. وعشان بس يبقى استفتحنا نادي كده بالصلاة على الهادي هنديهم نقطة عشان بيك عشان ايه ياخدوا ثقة في نفسهم كده ويكملوا اجابات. امسحها قبل ما امسحها. امسحها خلاص. السؤال لمدام عبير، اسم الحلاق اللي بيروح له سليمان اللي بيظبط بقى. عرفتي انا اللي اكتب ولا ايه؟ ايوه انت انا اللي اكتب برضه. سبحان الله. يلا اوبا. هي كتبت. يلا واحد اثنين. عمرو وياسر. يعني استاذ سليمان ممكن بس نرفع الكاب.
اتنين حلاقين بيشتغلوا في الدماغ دي، لكم ان تتخيلوا، انا مش هتكلم. يا بنت يا بنتي انا مش اي دماغ يعني. لما اتنين شغالين في المحل، ساعات يطلع ياسر ساعات يطلع عمرو. ماشي، طب قول لنا ايه اخر حاجه اشترتها مدام عبير؟ نكتب. بصله بصه. سلام. خلاص؟ اه. يلا نلف بقى. هوبا. فستان وفي تينك هنا. اشترت واحد تينك؟ ايه تينك دي؟ تونيك. 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 ايه تونيك ده؟ والفستان هو التونيك بس بالانجليزي. والله ما فاهم يعني التونيك ده. هو الفستان بس بالانجليزي، يبقى خدتوا نقطة. اه ايه، خدنا نقطة يا جماعة، خدنا نقطة الحمد لله. وبعدين بحلم بيك وبتونس بيك. فيها نص نقطة بيك. اه ما انا اديتكوا نقطة بحالها. والله الله يكرمك. ايوه دلوقتي واخدين اثنين اهو. ربنا يخليك يا شيخ. ايوه يلا. طيب ايه أكبر عيب في سليمان؟ والقلم مش راضي يفتح، ده عيب لوحده. اهو ماشي يلا نلف. عصبي والطيبه الزايده يا حبايبي. لا العصبيه الزايده. العصبيه. انا قريت ده نفس الاجابه وخدوا نقطه. العصبيه الزايده. اه يبقى انتوا خدتوا 4 من 10. طيب تمام حلوين. وده بقى معناه ان احنا كده مضطرين ننزل معاكم الملعب ونلعب معاكم. يلا تمام. بص اللعبه اللي جايه دي بقى ايه، سيبي بقى السبوره دي خلاص. اهو الصور اللي قدامنا دي. تمام. انا هقلب الصوره واوريها لماجي كده اهو، والمفروض ان ماجي يشرح لي ايه اللي جوه الصوره من غير ما يتكلم. حلوه دي. وكل واحده بقى وجوزها خلاص. فيها تمثيل. يلا يلا. ده ايه مثل لها ده انت عارفه؟ لا طبعا. اه عم سليمان ايه شبه ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بيمثل لك غلط على فكره. بيقول شاور لي عليك وبيعمل كده. لا عم سليمان شبه الانفد. لا لا امال ايه ده؟ ايه كانجرو؟ طيب خلاص. عصفوره؟ لا سيبك سيبك. انا عايز اشوف عم سليمان شبه ايه. سنجري. ايوه سنجاب. ايوه سنجاب. ايه ده؟ لا هو مش شبه السنجاب ده، قمر. سنجري هو سنجاب عمر ده. يلا حضرتك. ايه ده؟ ايه ده؟ سهلة قوي. ايه ده؟ شمسية. برافو. ما تشافش ما تشافش. يا ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه بيض؟ اه بدي اختيار. اومليت؟ اتنين. ايه ده؟ برشت مسلوق. عيون. ثلاثة. برشت مسلوق. انت ايه برشت مسلوق اللي قلتيها دي؟ استنى ايه؟ خلاص خسرت وقال ثلاث اختيارات. ايوه طب بص بقى كده. ابص شوفها. طاسه. بقول لك الطاسه اللي بطلع فيها البيض. بيض ايه؟ طب ما ممكن يعملوا فيها حاجه ثانيه. انت خليتي خيالي في البيض بس ليه؟ طب اعمل لك ايه؟ اقرب حاجه يعني قولي مثلا ايه؟ الزيت يعني. اعملي كده خلاص. هم شبطوا ببعض. الحمد لله احنا خسرنا نقطه وهم نقطه. لو انا بقى كسبت خسرنا بعض. اقرب حاجه. ركزي يا بوس دماغك. يلا ماجي. صعبة أوي دي بصراحة. ايه وسيلة مواصلات؟ أوه.
اللي انت بتحبيها؟ اه توك توك. غلط. أبهو واستكل. ما تقل دي ايه دي؟ في الفندق دي كان كروكيتا. ايه ده؟ مفيش كلام. ما ايوه صح. طيب ايه ده؟ احنا خسرنا. كروكيتا مش هتعرف توصلها لك. انا اتكلمت خلاص. عربية جولف. ايوه يا مادي. كده غش. لا بس احنا كسبنا. لا كده يلا كسبتوا. ما انتوا عشان اصحاب البرنامج. لا والله ابدا، عشان احنا اصحاب البيت. فاحنا بقى دلوقتي نحكم عليكم حكم. امسكوا السبوره كده خديها. ودلوقتي سيدي فين القلم؟ اهو بس كده. لا امسكوها بالطول كده. ايوه كده. بصوا لبعض. يا وشها زي قفاها هي. معلش يلا امسكها بالطول. ارفعها. بصوا لبعض. ارسموا بعض بالتخيل. لا دي صعبة. لا دي سهلة. دي أنا ماليش في الرسم بس. ما احنا هنعمل بالتخيل كده. لا ما اعرفش. لا حاولي. كل الناس حاولت وطلعت عندنا رسومات جميلة وحاجات أطفال وحاجات تعيش عيال. أكره. بس ده طقس لازم نعمله. قوي قوي قوي. البداية إيه ده؟ سيبني أبدع. ماشي. فظيع. لا ده عيد رسام. برافو عليك والله. لا ايه ده؟ هو بيعرف يرسم يا مدام عبير؟ لا ده احنا عندنا هنا شغل عالي. مدام عبير ده شغل هنا المعلم لابنه. ده طلع فظيع. ولا انا ليا في الرسم ولا هو ليه في الرسم. لا ولا ليك في الرسم. ده انت ليكي في العمق. تفاصيل بقى العينين والمناخير والحاجات دي. ازعل قوي لو رسمت حاجه وحشه. عيب. لا ده طلع ده طلع ده تهديد ما قبل الوعيد. لا انا بقول ازعل. انا ما قلتش حاجه ثانيه. النني كان مهم فعلا. ايه احنا خلاص قربنا نعد. انا جاهز. خمس. هي جاهزه؟ اظبطها بس اخر حاجه. اخر ظرف. تمام. تلاتة. صح. اتنين. واحد. صفر. يلا. يلا. اقسى عليك. انت رسمتي ورده. اقسى عليك يا وحش. يا رومانسيه. بتقولي ارسمني. انا ورده. لا. اقسى عليك. احرفتيني والله. لا.